وكل الانديه العربيه بتحترم النادي الاهلي وبتعتبره قدوه ليها. فانا الحقيقه بيان نادي بيراميدز كان واضح وصريح جدا، اذا لم تذاع المباراه سيتم على في القنوات الناقله لهذه المباراه اللي تابعه للشركه الراعيه فانها ستذاع على قناه النادي الاهلي. ده على حسب البيان اللي عمله شركه او نادي بيراميدز. والامر بقى في الاخر سيعود الى مجلس اداره النادي الاهلي يقرر ما يقرره ويعمل اللي هو عايزه واللي شايفه في صالح ناديه وفي صالح قناته وجمهوره. فانا بشكر الحقيقه نادي بيراميدز على هذا الـ مش عايز اقول المدح لانه هذه هي الحقيقه. هذه هي الحقيقه، الكل بيتعلم من النادي الاهلي. الكل بيشوف النادي الاهلي بيعمل ايه وبيحاولوا. يعني احنا النهارده القناه بقى لها كام سنه؟ حد يقول لي كده ويفكرني ان قناه النادي الاهلي بقى لها كام سنه؟ يعني عندنا 12 سنه اهو من 2008 ل 2020 قناه النادي الاهلي بدات مسيرتها مع جمهور النادي الاهلي منذ 2008 6/8/2008 الاهلي واس روما نادي روما. هذه اول انطلاقه حيه لقناه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي دائما ما يكون الاول وبعد كده الباقي بيجي بقى بعديه ب10 ب12 ب8 ب7 ب6 ما نشوف على حسب بقى كل الامور بتمشي ازاي. لكن في النهايه يظل دائما النادي الاهلي القدوه بالفعل. فانا يعني بشكر نادي بيراميدز على ابراز دور النادي الاهلي وان هو ان هذه هي الحقيقه الحقيقه، واتمنى من الكل ان يرى هذه الحقيقه بشكل او باخر. طيب